عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. ومنورني وشرفني واحد من نجوم كرة اليد داخل نادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر، ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق كابتن حسن يسري ورئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك. نور الدنيا كابتن حسن. منورة بيكي طبعا. التركة تقيلة والمسؤولية كبيرة، والله يكون في عونك. الحمد لله طبعا، يعني هو بيتنا نادي الزمالك ولازم نخدمه بأي شكل وبأي حال من الأحوال طبعا. طول النهار والليل انت في النادي تقريبا بتروح؟ الفترة دي كده على طول في النادي عشان نبتدي نحسن الدنيا ونحسن الأمور ونحسن الأجواء، وتبتدي الناس تشوف فعلا في مصداقية في شغلنا وفي أدائنا. فلازم الفترة الأولانية لازم تبني كويس عشان تعرفي تمشي الفترة اللي بعد كده. لسه كنا بنتكلم في الفاصل على فكرة انه أهم حاجة العدل. طبعا لو الناس كلها حست ان المصلحة العليا هو مصلحة نادي الزمالك وان العدل هو اساس التعامل مع الناس، محدش بيقدر يتكلم. بص يا نيره، الناس هتحس بالعدل، احنا مش من التعامل مع الناس، الناس هتبتدي تحس بالعدل. احنا بنتكلم مثلا على فكرة اولياء الامور او اللعيبة. الناس هتبتدي تحس بالعدل لما تشوف ده جوه الملعب، لما تشوف ده جوه التمرين، لما تشوف اللعيبة بتاخد زي بعض، لما تشوف احسن لعيب في الفرقة بياخد نفس المساحة اللي بياخدها اقل مستوى. فالنهارده انت بتقدري، اللعيب بقى بيصدقك، اللعيب بقى بيثق فيكي، ولي الامر بقى قاعد بره ما عندوش حاجه يقولها، لان فعلا انت عامله اللي عليكي. وفي الاخر يهمنا في الاول وفي الاخر ايه؟ مصلحه نادي الزمالك ان يبقى عنده مجموعه عناصر ومجموعه لعيبه كويسه جدا الفتره الجايه. صحيح، بعض الناس ممكن تختلف معاك، بتقابل ده ازاي؟ بصي، الاختلاف عموما ده وارد. انا لما باجي اتعامل مع اولياء الامور، اولياء الامور بالنسبه لي هم يعني انا ساعات بعذرهم، لكن طبعا هو في الاول وفي الاخر لازم يقتنع بيا ان انا بفهم في الحاجه دي، وانا مش مطالب ان انا اتكلم معاه عشان اقنعه، انا بقنعه عن طريق شغلي جوه الملعب. فلما هو بيقتنع بشغلي جوه الملعب وبيشوف ان انا فعلا بادي حاجه كويسه جوه الملعب، هو ما شافهاش قبل كده، هو ما تعملش فيها قبل كده، ان ابنه مستواه بيتطور وتطوير المستوى طبعا. فهو خلاص هو بيبتدي يصدقك، فاي حد بيصدقك هو خلاص بيفول وراك في اي مكان، بيدعمك. فهو ده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه، لان في الاول وفي الاخر انا ولي الامر هدفنا واحد، ان يبقى عندنا لعيب كويس، اللعيب ده هو ابنك واللعيب ده هو ممثل نادي الزمالك. فانا وانت لازم نتفق على مصلحه اللعيب. قبل ما نروح للدرجه الاولى، لو بنتكلم على قطاع الناشئين يا كابتن حسن، ايه اهداف كابتن حسن في قطاع الناشئين؟ انا عارفه ان سياسه مجلس الاداره ان هم عايزين احنا بنبني، ولكن كابتن حسن عايز يبني بس ولا عايز بطولات ولا عايز الاثنين؟ لا، اقول لحضرتك حاجه، هو لازم امشي في الخطين متوازيين. احنا عندنا قطاع كبير جدا، عندنا مجموعه فرق كبيره جدا، لكن انا شايف الفتره اللي فاتت ما كانش متوفر لنا الاجواء المناسبه للتمارين، وان الاولاد يتمرنوا بشكل كويس. الملاعب قليله كمان. طبعا الملاعب قليله ده، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنعمل بدايل دلوقتي بحيث ان احنا نقدر نطلع باحسن حاجه في ظل الظروف اللي احنا فيها. قطاع الناشئين عندنا قطاع كبير جدا، لكن في الاول وفي الاخر انت نادي الزمالك. لما نبص بقى على الفجوه بتاعت نادي الزمالك كره يد درجه اولى ونتائجها الفتره اللي فاتت كلها، ونادي الزمالك قطاع ناشئين، نادي الزمالك قطاع ناشئين نادرا 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 لما بتلاقي فرقه بتعلق ميداليه على مستوى الجمهوريه. تمام؟ الدرجه الاولى بتاعت نادي الزمالك على مدار 20 25 30 50 سنه هي بنقول عاصمه كره اليد المصريه، فرقه نادي الزمالك بنتائجها ببطولاتها. فتخيلي بقى احنا كل سنه ده بيقابلنا المشكله دي، ان احنا لما بنيجي نجدد بنشتري من بره، بنشتري من بره، بنشتري من بره. الشراء ده مكلف جدا، لعيب بيجي باضعاف ارقام مش طبيعيه زائد عقود، مع ان انا لو طلعت من عندي من قطاع الناشئين اللعيب هو بيساوي لا يتعدى من 5 لـ7 لـ10% من اللعيب اللي انا بجيبه من بره. فيبقى لازم انا اعمل ايه؟ لازم اوفر امكانيات كويسه جوه النادي، لازم اوفر مدربين كويسين، لازم اوفر اجواء مناسبه للاعب، لازم ابتدي ادور على ان انا اللاعب ده اقدر احتكاك واقدر اعمل ماتشات كتير، مش ماتشات الدوري اللي هي بتاعت الاتحاد اللي هي بتاعت البراعم تحت او الناشئين، هي دي اللي هتطلع لي كواليتي كويس. انا لازم اسعى، لازم اعمل بطولات وديه، لازم اسعى ان انا اعمل ماتشات وديه كتير، لان في الاخر الماتشات دي انت بتقيسي عليها مستوى اللاعب، لان الماتش هو اللاعب بيشتغل على اللي انت علمته له، بيشتغل على اللي بيشوفه بعينيه، اللي بيشوفه بعينيه من منافس. فالنهارده بحط له 3-4 منافسين في مركزه، فبيبتدي يشوف من ده حركه وبيشوف من ده لعبه، ببتدي انا اقول له جمع كل ده، في الاخر انت مخزون الهاندبول هنا اللي بيخش اللاعب ده مخزون كبير، فتقدري توصلي بيه في اسرع وقت انه يبقى لعيب كويس. اشتغل بايدك. ده مهم. انا بحب اعلم عموما يعني. بشتغل بايدي، لان بص اقول لحضرتك حاجه، انا يعني معلش انا
لو انا ناشئ مثلا او ناشئه جوه القطاع ولقيت حسن يسري واقف بيضربني بايده دي ده تاريخ يعني حاجه طالما انا حابب واقول لك انا حابب ليه. حسن يسري كان في يوم من الايام زي الاطفال دي لا اللي ياخد بايده ويمشيه لحد ما وصل الحمد لله ان هو بقى حسن يسري. صحيح. طيب مين هياخد بايد دول؟ هي بقى انا بعتبرها هنا ايه؟ رساله رد جميل للعبتي ولناديه ان انا اقدر لو اقدر اعمل 10 حسن يسري واحسن 100 حسن يسري دي لازم يبقى كل لعيب كبير انا بقول لازم يبقى عنده رساله ان النهارده لازم نشوف زيك واحسن منك. الهاندبول فيك كل يوم في جديد فطالما كل يوم في جديد نقدر نشوف حسن الجديد نقدر نشوف احمد الجديد نقدر نشوف مش عارف مين الجديد فهي رساله لازم نأديها. تاني حاجه انا بقول كم الخبرات اللي احنا خدناها كلاعيبه كبار مجرد ان انت تنقلي منها جزء لعيب صغير بيفرق في مستواه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي ممكن اكلمك فيها مجرد ان انت عدلتي عين لاعب جوه الملعب يعني لعيب زميله بيلعب وهو واقف باصص لزميله مع انك لو عدلت عينيه ان زميلك هيلعب بالكوره ثانيتين لثلاثه فانت بتعدل عينيك على الملعب عشان تشوف المساحه الفاضيه فيها ايه عشان على بال ما الكوره تجي لك يبقى انت خدت قرار بتفرق في مستوى اللاعب 30-40% خلاص. كلنا بنشوف الولاد بيلعبوا باصين لبعض ده مش صح. رقم اتنين اللي انا عايز اقوله النهارده الولاد لازم يبقوا عارفين ان اللعيب الخطر واللعيب الاخطر هو اللي معهوش كوره مش اللي معاه كوره اللي معاه كوره محدود. عارف كان عندنا الاستوديو التحليلي يوم ايه يوم السبت اللي فات كان الاهلي والزمالك باسكت كان معايا كابتن هشام ابو سريع كان بيقول نفس الكلمه يعني شوف هو باسكت مش هاندبول بيقول لك ان انا بجد الخطوره في اللي معهوش كوره مش في اللي معاه لا يعني لان اللي معاه كوره محدود قانون اللعبه بيقول 3 ثواني 3 خطوات صحيح اللي معهوش كوره هو مش محدود باي حاجه بالظبط فاحنا في الاخر بنقول اللي معاه كوره صاحب القرار هيباص لمين الدفاع كله مركز على اللي معاه كوره اللي معاه كوره صاحب القرار هيباص لمين هيشوط اللي معهوش كوره هو صاحب الحل لانه بيدي اللي معاه كوره ان هو بقى بوزيشن كويس في مكان فاضي فلازم الولاد تفهم ان في لعب بكوره ولعب من غير كوره طبعا لكن هو المعتقد او السائد ايه ان انا بلعب وانا معايا كوره لا النهارده بنحط نجمع معاهم في لعب من غير كوره ولازم نبقى فاهمين ولازم نبقى عارفين ان انت اللي بتدي الحل للي معاك كوره فانت بتبص تلاقي واحد بيلعب هنا والتاني واقف ملوش دعوه باللعب لا انت ليك لعب ما لسه ما جاتليش الكوره فانا قاعد مستني بنوصل ده بالراحه كده ان كل واحد في الملعب هو ليه لعب ان كل لعيب في الملعب هو لعيب مهم لازم في المرحله التعليميه احسسك مفيش حاجه اسمها لعيب مش مهم طبعا كل لعيبه لعيبه مهمه وكل لعيب ليه دوره ولازم تحفظ اللعيبه فهم صغيرين متطلبات المركز النهارده بلعب في مركز اسمه وينج ليفت مثلا الوينج ليفت ده ليه متطلبات للمركز ده فانت لازم تتعلم ده وده وده علشان تعرف تلعب وينج ليفت الباك ليفت ليه متطلبات تانية البلاي ميكر لازم يعني انا شايف ان البلاي ميكر اول سمه لازم تبقى متوفره فيه ان هو ليدر يعرف يقود المنظومه لان البلاي ميكر في الاول وفي الاخر هو فرد بيلعب 5 افراد صح فلو هو لعب الخمس افراد احنا نجحنا لو لعب هو لوحده في 5 افراد ما بيلعبوش مفيش فلازم يبقى شخصيه قياديه فبنقعد برضو في السن الصغير ده نبتدي نبص على ده اتكلمت فيها انه فعلا الولاد كانهم بيبصوا لبعض في التمرين عشان انا بتفرج على بنتي وابني وكده باصين لبعض كله مش باصين فعلا للجون هم كانهم بيبصوا ده السن الصغير وفعلا احنا بنعلمهم يعني احنا لسه كنت حتى بقول احصائيات المنتخب انت عندك اعلى ناس جايبين نجوان في المنتخب سيسا وسند فهو بقاش المفهوم بتاع الباك ليفت ولا الهاف ولا الباك رايت هم دول النجوم بس والخط الامامي ده جاي اكماله عدد ارد عليكي بقى انت النهارده بتقولي سيسا وسند الاثنين عباره عن وينج ليفت وينج رايت بالظبط لما بتنزلي تحت في القطاعات اللي تحت تيجي تقولي الامر يقول لك مش عايز العب ابني وينج ابني ما يلعبش وينج ليه طيب هو الكوره ما بتوصلوش فاذا طريقه اللعب هنا مش مظبوطه احنا لازم نفهم الولاد ان احنا كلنا حاجه واحده احنا تيم ورك احنا فريق جماعي صحيح احنا مش واحد بيلعب لو واحد بيلعب ممكن العب لعبه فرديه ممكن العب سباحه ممكن العب سكواش ممكن العب تنس العب اللي انا عايزه لكن طالما تيم بنلعب انا ليا لعب خلصته اللي بعد بيلعب اللي بعد بيلعب اللي بعد بيلعب فلو قدرنا نوصل ان احنا طريقه اللعب تبقى متوزعه على الملعب كله هنبص نلاقي الوينج ليفت مهم والوينج رايت مهم والباك ليفت مهم لان هي في الاول في الاخر الهاند بول لعبه جماعيه طبعا وفعلا طول الوقت لما تيجي تكلم ولي امر مش بس عشان الكوره ما بتوصلوش خلي بالك بس هو عشان دايما بيشوف ايه لا النجوم هم اللي في الخط الخلفي وده بقى تفكير بجد لا يعني ادم دلوقتي بقى الخط الامامي دول نجوم يعني وبيحترفوا وبيجيبوا السكور وكل حاجه مش بنقعد نقول ده ليه بقى لان انت لما تبصي احنا مش بنقيس على الهاندبول اللي عندنا دلوقتي اللي هي في القطاعات تحت وكلام من ده بنيجي نقول لهم نبص على الهاندبول عالمي النهارده اي فرقه كبيره بتبص عليها بتلاقي الجناحين ممكن يوصلوا ان هم جايبين 50% من السكور سواء الوينج ليفت او الوينج رايت طب فاذا هو مهم
بس طريقه التعامل بتبقى عامله ازاي عشان يوصل لده. صح. زائد عندنا حته كده اقدر اقول عليها عيب شويه، ان احنا لما بيجي لعيب امكانياته مش قد كده مدرب وينج ليفت، فتبص تلاقي فرقه فيها 10 وينج ليفت. عارفه ده بيعمل ايه في الاخر؟ بيوصلك لمرحله ان اللعيب اللي فيه امكانيات او المواصفات بتاعت المكان هو حقه مهدوم. مش بتعرفي تدي له حق، لان بقى فيه 10 في المركز. صحيح. 10 في المركز ده لو انت وزعتي عليهم التايم بتاع المباراه انت هتلاقي اللعيب ما بياخدش. ما بياخدش، ما يقدرش يطلع امكانياته. طب وليه؟ انا ليه اوصل لكده؟ لا، انا بالنسبه لي اللعيب اللي لا يصلح انه لا يلعب ما يلعبش هاندبول ما يلعبش. اللعيب اللي ينفع يلعب هاندبول اللي عنده مقاومات اللعبه يلعب. ليه؟ زي ما انت بتقولي انا بشتغل بايدي، فلما بشتغل بايدي انا بتعب وانا مبسوط بده. فاكيد انا مش هتعب في حاجه انا شايف ما فيهاش نتيجه. صح. يعني الاساسيات مش موجوده. لعيب مش سريع، لعيب عنده مشكله في الجري، لعيب لعيب لعيب، احنا لعبتنا لعبه سرعه، لعبه قوه. لو دول مش متوفرين طب وانا هقعد احرق 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 وفي الاخر ده على الفاضي. طب فانا يعني في ناس لما هننزل يعني نمرن بايدينا بقى بشكل رسمي بعد ما يخلصوا خالص، لان عملناها قبل كده، بنشتغل تقريبا 7-8 ساعات اثناء اليوم، في ناس ممكن تبقى بره من غير ما نلعب هاندبول. وحصل قبل كده. في مشاكل في الجري، في مشاكل في مش عارف ايه، لان احنا لعبتنا انا شايف من وجهه نظري ان 90% منها رجلين. طبعا كل حاجه بنعملها برجلينا، وفي الاخر ايدينا بتوجه. حتى الشوطه، الشوطه مش مصدر قوه الشوطه هي ايدينا، لا، لا الجامب اللي بتطلع، الجامب زائد عضلات البطن وعضلات الظهر دي اللي بتجمعي فيها قوه الشوطه. صحيح. فطبعا احنا الناس فاكره كره يد فهي ايدينا، لا، احنا 90% من لعبتنا رجلينا. طب. ناس بقى بيبقى عندها مشاكل شويه فطور توافق توافق، ما فيش في مثلا فلات فوت بسيط كلام من ده. كل ده على اللونج ران انت مش هتقدر تلعب. طبعا مش هتقدر. طب السؤال المهم بقى اللي هو بيقابل كل واحد يبقى في البوزيشن بتاعك ده، كل حد شايف ان ابنه احسن حد في الدنيا اكيد، ومهما تقنعه انه لا بس اصل فلان يعني، لا لا هو ابنه هو احسن واحد في الدنيا. بتقابل ده ازاي؟ بتعمل ايه عشان تقنعها انه لا في الاحسن، او تقنعه انه في الاحسن؟ او يعني بصي، هو انا عندي مثل، يعني انا يعني عندي طولة بال شويه لان انا عذر الناس برضو. فلما بتيجي اولياء الامور مثلا ستة تتكلم معايا، فبقول كده يعني بقول لهم حضراتكم النهارده انا راجل بتفرج على برامج الطبخ بتعجبني قوي، بس مستحيل اخش ابقى اعرف اطبخ. طبعا مش عارف. صح. نفس الفكره، حضرتك بتتفرج على هاندبول كتير لكن مستحيل تعرفي حاجه. بالظبط. فحضرتك شاطره في مجالك وانا شاطر في مجالي، ممكن تسيبيني بقى ان انا اشتغل في مجالي زي ما انا عايز ونتحاسب اخر الموسم؟ في ناس بنسبه كبيره بيلاقوا في مصداقيه في الكلام، خلصنا الكلام، مصداقيه في الشغل، شافوا ده على ارض الملعب، ناس ما بتتكلمش خالص. وفي ناس الفتره اللي فاتت اللي كنت موجود فيها في نادي الزمالك لما قعدنا واشتغلنا، في ناس مشيتها كانت راضيه جدا وشكروني، في ناس نزلتها من فرق ا لب شكروني. كان عندي فكره في فكره ا وب، في لعيبه مبشره بس عايزه مساحه لعب اكبر. صحيح. مساحه اللعب اكبر مش تاخدها في ا، فنزلتهم ب فخدوا مساحه لعب اكبر فمستواهم زاد، لما طلعوا تاني ا محدش قدر يتعتعهم من مكانهم، لان في الاول وفي الاخر اللي بيعلى مستوى اللعب مواقف اللعب جوه الملعب. يعني احنا لعبتنا كلها لعبه مواقف. صحيح. بقابل حد بيدافع عليا، بيهاجم عليا، بيجري جنبي، ده مواقف. لما بتعرض للموقف ده 10 مرات غير لما بتعرض للموقف ده 100 مره غير لما بتعرض للموقف ده 1000 مره، كل ما بتعرض اكتر حلولي بتكتر. فهمتي؟ صحيح. حلولي الموقف ده اتعرض عليه مباريات مباريات مباريات، طبعا مساحه لعب. فلما بياخدوا ده زي ما انت بتقول بتوفر لهم ماتشات وديه كتير، لان فعلا هم عندهم صيفيه وشتويه ومعرفش بقى عندهم ايه دلوقتي كمان. لكن النهارده احنا بنيجي نعمل يوم رياضي، وبعدين بنعلم الولاد كمان ثقافه المكسب والخساره. طبعا. يعني النهارده لما اجيب مثلا 10 فرق نلعب، تبص تلاقي الاول واخد مثلا الجيفت النهارده مثلا شهاده، العاشر واخد شهاده نفس الشهاده. فبقى عنده من جواه ثقافه المكسب والخساره، ان هو مش خسران ما خدش، فبيبتدي يكلكع من جواه، يبتدي يزعل ويحزن. لا، احنا بنقف كلنا بنحيي كلنا بنسلم على بعض وخلاص. قطاع الناشئين بحر، انت معاك طبعا لحد الدرجه الاولى، بس انا عارفه ان دي اصعب حته. هي حته صعبه بصراحه. هي حته صعبه، بس اخر سؤال دايما عشان ندخل بقى على الدرجه الاولى والمنتخب بقى. دايما كان يقول لك ايه، والله اللعيبه بتاعت اليابلس، بتاعت الجزيره، بتاعت الفرق دي اللي انت ساعات لما كنت بقى بنستسهل ونجيبهم من بره، واللي هم بصراحه ليهم دور برضه، محدش يقدر ينكر واحد. لكن
بيبقوا دايما كنا نسمع كده ان هم بيبقوا مهاريين اكتر، ودايما لما كنا نسال طب هم ليه مهاريين اكتر؟ لان هم مش بيلعبوا الضغط بتاع انت لازم تكسب البطوله ولازم فاللعيبه بتتمتع بتلعب مهاريا. طيب النهارده لعيبتي بقى في الزمالك ازاي اعوض له الحته دي، اخليه مهاري ويستوعب الضغط ويبقى فاهم يعني ايه انت نادي جماهيري ويعني ايه تيشرت الزمالك، ازاي اعمل له التوليفه دي كلها؟ انك بتشتغل بايدك زي ما بتعمل؟ هقول لك حاجه، في مثلا لما بتنزلي التمرين في مدرب بيكلم لعيب، مجرد ما يدي ظهره تلاقي الولاد ابتدت تتكلم وتبتدي تطلع بره مود التمرين، وفي مدرب لما بيبقى واقف في التمرين لو بيكلم واحد ال 20 عينيهم على المدرب. ده هنا مدرب شاطر، مدرب ناجح، لان الولاد خلاص بقت فوكس معاه، مركزه معاه. اللي انا عايز اقوله لك قصه ان الولد ياخد مساحته ويطلع بالامكانيات اللي انت بتقولي عليها دي، دي مدرب. لا، الولاد في الاول وفي الاخر هم صغيرين. لازم انا ارفع من عليهم الاسترس، لازم ارفع من عليهم الضغط. يعني انا النهارده مثلا لو انا مدرب وماسك فرقه 2010 مثلا وعندي مباراه وشايف ان المباراه دي ماتش يعني في ضغط، فانا بروح لامم الولاد احنا النهارده هنلعب اللي احنا اتعلمناه والخساره انا المسؤول عنها. هو الولد خايف من ايه؟ خايف انه يخسر. طب وهو صغير في السن ده وشايل هم الخساره ومسؤوليه الخساره، فدي ممكن تاثر عليه انه اداؤه ما يبقاش احسن حاجه. طب رفعت من عليك الضغط بتاع الخساره. هسالك اتمتع، هسالك في اللي انا علمته لك بالظبط، مش هسالك في حاجه كمان، مش هطلب منك حاجه انا ما علمتها لكش، لا ده انا هسالك في اللي انا علمته لك بس. انزل العبه واتبسط بيه وطلعه زي ما انت عايز. صح. زي ما انا علمته لك. والخساره لو خسرنا النهارده كل الفرقه تيجي تقف في ظهري وانا مسؤول عن الخساره. انا بقول لك هتشوفوا مستوى تاني، لان هم ما يستحملوش. تاني حاجه المدرب اللي بيربط الخساره بالتعامل مع الولد. دي اسوء حاجه. يعني النهارده ما ينفعش قبل الماتش اسلم على ولد ويسلم عليا ازيك يا كوتش، اقول له ازيك حبيبي ومش عارف ايه، ويجي بعد ما نخسر يجي يسلم عليا ما تكلمنيش ما تعملش معايا، ده باظ مني. الجانب النفسي في السن ده مهم، ده اهم حاجه الجانب النفسي. المدرب بس اللي يقدر يقوم بيه ولا لازم تجيب له معد نفسي؟ بص اقول لك حاجه، احنا خلينا نتكلم على الامكانيات. الفتره دي يقدر المدرب يعمله كويس، لان يا جماعه الولد او البنت هم مش اغبياء، هم اذكياء. تمام. فانا لما بتعامل معاه من منطلق ان هو بني ادم ذكي لازم انا هعرف اتعامل معاه ازاي. فقصه ان انا الجانب النفسي يبقى اللي بيني وبينه مش كويس، والله لو انا عملت ايه هو ما سامعني، هو ما شايفني. لكن لو الجانب النفسي بيني وبينه، يعني انا النهارده مثلا ممكن اقول للعيبه النهارده احنا مثلا اتعلمنا الفنت بالشكل ده، في احمد الاحمر بيعمله موجود على اليوتيوب. اتفرج اللي علاقتي عليه. حلوه بيه، اللي بيسمع كلامي، اللي نفسيا انا وهو كويسين هيروح ويفتح ويتفرج عليه. اللي انا ضغطه وانا مبهدله وانا يعني ده طفل في الاول وفي الاخر، مجرد ما يطلع من الملعب مش عايز يسمع حاجه على الهاندبول ده اصلا، ممكن يقول اي حاجه. أيوة. فهي الفكره كلها لازم نبقى احنا، يعني بقولها ممكن اقولها يعني بشكل عام شويه، لازم نفهم كمسؤولين وكمدربين وكاداريين احنا الاطفال دي احنا بنقدمهم، احنا بنقدم لهم حاجه هم ممكن مش شايفينها دلوقتي. صحيح. احنا لما كبرنا وبقينا لعيبه كبار بقينا بندور على الناس اللي علمتنا في اي حته نشكرهم. طبعا. ونسلم عليهم. طبعا. وانتوا اصحاب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. فلازم نوصل للاطفال دي ان مثلا انا ممكن اخد طفل النهارده اقول له بص انا شايف فيك مواصفات يحيى الدرع. عايز اقول لك ده انا ممكن امرنه 10 سنين وهو مقتنع ان هو يحيى الدرع، وانا كده الولد ده بقى خدم في صباعه بمجرد كلمه بسيطه. طبعا. لان انا يعني عارفه اللي هو اديته نجم كبير واشتغلت معاه على انه في المواصفات دي. طبعا. فيبتدي يكبر 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 يكبر، ده هيبقى معايا مش قادر اقول لك عامل ازاي. صح. وزي وكان في كلمه مهمه جدا يا كابتن قلتها، ان انا لازم اكسب الفرقه دي كلها. طبعا. ما اعتمدش ان انا عندي 4 5 شاطرين قوي، لان في سن معين سبحان الله اتربينا على كده، في لعيبه على الملعب الصغير بيبقوا نجوم فازين، يجي يطلع ملعب كبير تلاقي طلع لك نجوم تانية واللعيبه دي اختفت خالص. ايوه نيرة، في طفرات بتحصل. طبعا. يعني احنا النهارده مثلا في لعيب مهاري كويس جدا ومثلا وقد كده. وفي واحد طوله مش عارف عامل ازاي، مجرد ما تحصل الطفرات بتبص تلاقي ده طول بقى ده قد وده ثابت. بالظبط. وده ثابت. ففي في اوقات انا بعتبر السن بتاع 12 و13 و14 دي عباره عن حاجات فاضيه واحنا بنخزن فيها. صح. بنخزن ايه عشان يطلع لنا ايه؟ صح. ده صح. صح. رقم واحد. من ضمن الجانب النفسي برضو حضرتك معايا فكره انه
الاهالي برضو ما يضغطوش على الولاد، انت ليه ما شطتش، انت ليه ما جبتش جون زي زميلك، انت والله العظيم ده بيعمل كلاكيع. انا مره رحت اتفرجت على بنتي كانت بتلعب، هي وينج ليفت، هي سابت الهاندبول دلوقتي خلاص تلعب تنس اصلا، زهقت يعني، بس كانت تلعب وينج ليفت، هي بتتمتع في الملعب ورايحه جايه، كل واحده بعد ما خرجنا وانت ما شطتيش ليه وانت ما عملتيش ليه، هي جات لي يعني ايه لعبت مع نفسها تماما، ما جابتش جول اصلا، واول ما خرج قلت لك انت تحفه انت ما لعبتش. انا عشان بعذر اولياء الامور فانا بعمل ايه؟ لازم نتصاحب، لازم نتصاحب على مصلحه الولد. ليه بقى؟ اقول لك حاجه، هي برضه نسبه وتناسب قليله، بس في اولياء امور بتجيب الولد خلصان من البيت. يعني مجرد هو نازل واحنا رايحين في العربيه واحنا رايحين في المواصلات اي حاجه، خلي بالك انت احسن لعيب في الفرقه، انت ده جاي، هو مش هيقبل لي كلمه، لان هو خلاص بقى جواه مسحول، انا احسن لعيب، انت مظلوم، لا انا احسن لعيب في الفرقه، انت هتخليني ايه؟ في حاجات تاني بتقابلني، مثلا انت النهارده لما تنزل كل الكوره ما تجيلك شوطها، ايوه الحاجات دي انا بجيبها في الملعب طبعا، يا ساتر. انا الفتره اللي فاتت يبقى المدرب بيقول باص يا حبيبي ومامته بره او باباه بيقولوا له شوط. الفتره اللي فاتت انا في لعيب بيلعب في مكان والله العظيم ثلاثه الكوره تيجي في المكان ده يشوطها، شاط 10 كور، رحت جايبه كنا بنلعب تقسيمه، رحت ناقله الجون الثاني والجون فاضي، قلت له 10 كور، قلت له بقى شوط لوحدك هنا في الجون فاضي، عيد زي ما انت عايز، واحنا الناحيه الثانيه بنلعب تقسيمه. فجه يا كابتن طب انت مش عارف ايه؟ قلت له لا، ما انت هتقول لي انت ايه الهدف ان انت كذا 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 كذا. قال لي قال لي انا قال لي كذا 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 كذا، وعلى فكره انا ما قلتش، يعني ما قلتش لولي الامر ولا اي حاجه، بس لازم ولي الامر يفهم ان في الاول وفي الاخر حرم الملعب المدرب هو بابا الولد، هو بابا البنت، هو ماما البنت، هو ماما الولد، بره الملعب ليه بابا وماما مسؤولين عنه، لان صحيح جوه الملعب مش هينفع يعمل حاجه غير اللي انا بقولها له. وتشتيت نفسي على ابنك طبعاً. او بنتك لما تقول له، انت تبقى بتقول له شوط والمدرب بيقول له باص، طب انا عايز اقول لك طب انا اعمل ايه؟ عايز اقول لك حاجه، احنا دلوقتي بيحصل في الملعب احنا لعبه جماعيه بنعمل 1 2 3، فهو واخد اوردر مثلا بالشوط او باللعب، بس المدرب قوي فالولد مش قادر يعمل اللي اتقال له في البيت، فلما بيرجع البيت بيتعنف، انت ما عملتش ليه؟ ما المدرب ما قاليش يا جماعه احنا مش عايزين نخش في حرب على الولد، احنا عايزين نطلع اسلم طريق انا وانت لمصلحه الولد، لان مصلحه الولد عايده على مصلحه نادي الزمالك، عايده على مصلحه الفرقه، فانت مش هينفع حضرتك الولد يبقى عايش في سلام نفسي بالظبط كده. صحيح. طيب تعالى للدرجه الاولى بقى، الدرجه الاولى يمكن كان في بعض الدعم ببعض الصفقات، فولي، عبد الله امام، مجدي تقريبا، صح كده الجون احمد مجدي، بس لسه فيها كده لسه يعني، بس عندنا دعم بالصفقات، شفت ده ازاي؟ وشايف لو في كبوة مر بيها الهاندبول السيزن اللي فات، شايف السيزن ده عامل ازاي؟ بصي طبيعي طبعا ان حصل دروب الفتره اللي فاتت، احنا في لعيبه خرجت من الفرقه، لعيبه على مستوى طبعا بنقول كده ايه كلاس، وما تعوضتش، خروج يحيى الدرع، خروج سيف الدرع، خروج قداح، طبعا خروج محمد علي، كل الخروجات دي ما تعوضتش. الفتره اللي فاتت طبعا الفرقه كمان معذوره، لان كان في يعني حاجات كده مش عايز اتكلم فيها، لكن كانت الاجواء يعني ما كانتش مساعده للعيبه على انها تقدر تطلع احسن حاجه، فلوس مش عارف ايه، لكن الفتره اللي فاتت انا دخلت جوه الفرقه والحمد لله انا بتعامل مع الفرقه على اني لسه لعيب جوه الفرقه، عمري ما بتعامل على اني رئيس جهاز ولا كلام من ده، لاني مش يعني المسمى ما يفرقش معايا، اللي يفرق معايا طبعا خدمه المكان. فقعدت مع اللعيبه، عايز اقول لك الفروقات مش بعيده، مجرد بس شويه تركيز، مجرد شويه شغل، مجرد شويه نحس بنفسنا ونحس بقيمتنا ونقدر نرجع تاني. تدعيمات كويسه اللي حصلت، الشغل اللي بيحصل دلوقتي كويس جدا، في تدعيمات تاني الفتره الجايه ان شاء الله. النادي بصراحه موفر الفتره اللي فاتت كويس جدا جدا جدا، تعاقد مع لعيبه من بره، شراء لعيبه في الظروف دي، سداد مديونيه للاتحاد، جزء من الاتحاد عشان يفك القيد بالظبط، عشان احنا كمان المدربين وكلام من ده، يعني الناس برضو مش عارفه او مش كل الناس متابعه انه قيد ما تفكش كوره بس، لا من قبليه تفك طايره وسله ويد طبعًا. عشان طبعًا. دي كانت وكان قيد مقفول برضو يعني. عندنا مديونيات كانت كبيره جدا بالنسبه للاتحاد اليد وكلام من ده، فتحل منها جزء كبير. لكن انا ان شاء الله بقول بوجود طبعا مدرب اسم كبير كابتن مجد ابو المجد، ولعيبه كبيره موجوده جوه الفرقه، اسماء كبيره، مع العناصر اللي دخلت دي لا في توليفه كويسه قوي بتتعمل الفتره دي، وابتدت فعلا تبان ثمارها. كان عندنا مباريات وديه الاسبوع اللي فات في اسكندريه،
فكنت متواجد معاهم. لا الحمد لله يعني ماشيين بخطة كويسة، لكن ان شاء الله نقدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه نحقق طموح جمهور نادي الزمالك طبعا اللي احنا بنحبه، اللي هو متعود مننا الحمد لله على طول على منصات التتويج. فلا السنة دي ان شاء الله هيبقى لينا صعود منصات التتويج ان شاء الله يعني بامر الله في الفترة اللي جاية. ايه اللي جاي؟ البطولات اللي احنا ماشيين فيها؟ احنا بنلعب بطولة الدوري وبطولة الكاس وعندنا سوبر وعندنا بطولة افريقيا في السوبر. امتى؟ السوبر بيبقى قبل افريقيا على طول. اللي هو هيبقى في 4 أو 5 صح كده؟ فلا ان شاء الله يعني. وكان في سوبر مصري سعودي تقريبا ده لسه ما فيش استقرار عليه. ده كان المفروض هيتلعب في شهر 11 بس اتاجل. لسه كانوا يعني بيقولوا اتاجل لاثنين. اتاجل لحد دلوقتي هو اجل غير مسمى، لان لو اثنين كان المفروض اعلنونا يعني. ايوه صح. لكن ده احنا الدوري هيبتدي في 2. اوكي. الدوري هيبتدي كام؟ 2 ولا؟ احنا عندنا المفروض كان اخر حاجه واصله لي 19 بس في حاجه جديده بيتكلموا في 7. 7-2. 7-2. كل الدعم طبعا والتوفيق ليهم. طيب خلينا بقى نروح للمنتخب. بالظبط. شفت مشوار المنتخب ازاي في دور المجموعات؟ بص يعني هو طبعا منتخب مصر عشان نتكلم عليه في بطوله زي دي هو بعيد كل البعد عن المستويات اللي موجوده في بطوله. صحيح صحيح. لان طبعا الحمد لله رب العالمين لعيبه المنتخب والاتحاد المصري كره اليد الفتره اللي فاتت، لا يعني في محطوط نظام كده بقاله فتره من الزمن 4-5 سنين يعني من ايام الباشمهندس هشام ابتدوا يطلعوا اللعيبه، والحمد لله اللعيبه طلعت لعبت يمكن في احسن 4-5 أندية في العالم. فده عاد على المنتخب المصري طب. باداء وبنتائج. وقت من الاوقات وصلت ل 11 محترف تقريبا. أيوة. باداء ونتائج. لا و11 محترف فين؟ ما حدش بيلعب بقى في مش عارف فين. لا كلهم طبعا. يعني احنا كان عندنا 3-4 لعيبه في نهائي بطوله اوروبا فاينل فور وبطوله اوروبا ومقدمين بشكل كويس قوي. طب. طبعا الكواليتي ده بتاع اللعيبه دي بقى بعيد قوي عن اللي احنا بنتكلم عليه ده. طب. طبعا بطوله افريقيا هي على ارضنا. المنتخب يعني انا شايف ان الراجل بيشارك كل الناس، لكن انا بالنسبه لي هي بطوله افريقيا عموما من سنين فاتت هي سيمي فاينل وفاينل، لان احنا بعيد جدا عن انديه عن المنتخبات الافريقيه. واعتقد بالمستوى ده هو ان شاء الله يعني احنا عندنا مباراه نهائيه او هي من الاخر مباراه مصر وتونس. بتايد ان هو النهائي مصر وتونس. يمكن المره اللي فاتت ما كانش مصر وتونس، يبقى قابلوا بعض في السيمي فاينل. قابلوا بعض في السيمي فاينل. لو كل واحد سكته بعيد عن التاني مصر وتونس في النهائي. مصر وتونس لو قابلوا بعض في الطريق في السيمي فاينل مثلا مصر ان شاء الله هتكسب وهتكمل البطوله يعني. صحيح. طيب لو بصينا على احصائيات المنتخب، عندك الهدافين للمنتخب احمد سيسا 14 هدف، سند 12 زي ما احنا شايفين كده، عبد الرحمن فيصل. فكره ان انا لسه كنا بنتكلم في القصه دي، الخط الامامي احمد عادل 6 أهداف، يعني بنتكلم ان الخط الامامي مع الهاندبول الحديث ومع السرعه والرياضه، الرياضه عموما كلها بقت سرعه يعني. فشايف ده ازاي؟ ان يعني حتى لو دور المجموعات سهل، حتى لو البطوله كلها سهله، انت داخل على اولمبياد في وقت من الاوقات سند جه عليه بطوله كان يعني مش موجود خالص. هي. كان مش في الفورمه، وده طبيعي جدا بيحصل لكل اللعيبه، واحنا كان ده مأثر علينا بشكل كبير لانه سند هو دايما سكورر في الفرقه. يعني سند في ماتشات في فرنسا بيجيب 14 جول. ما شاء الله هو سكورر، فبيفرق معاك لو هو فايق بيفرق معاك بشكل كبير. فالحاجات دي مؤشر لايه؟ الاحصائيه اللي قدامك دي انا بالنسبه لي كهاندبول الاحصائيه اللي قدامي دي احنا بنلعب مباريات سهله فالجري عندنا كتير. مين اول ناس بتجري؟ الوينجات الجناحين، اول ناس الجناحين اول ناس بتوصل وبعديهم البيفوت. تمام. فانت لما هتبص هتلاقي ايه اعلى ناس بتجري الاجنحه والبيفوت، فهو معدلات اهداف عاليه. وده اللي يدل على ان الهجوم اللي بيقابلني هو هجوم ضعيف، فيا اما تصويب خارج المرمى يا اما الجون بيصد باريحيه، فعلى طول بجري 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 بجري. واكتر عدد صح. اهداف جبناه من الفاست بريك بالمناسبه. أيوة. وده الصح. ليه؟ الهاندبول الافريقيه بتتميز بحاجتين. الفرق الافارقه ماشي. يعني هم عندهم قوه ممكن تاذي. فبلاش تلاحم، لسه كنت بقول كده في الان. فما نوصلش لده، فندور على اننا نلعب لعب سهل او نجيب جون سهل. ايه هو اللعب السهل اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ ان يحصل فاست بريك كتير، ان يحصل على طول مواجهات مباشره مع الحارس. يا اما مثلا واحد زي حسن، واحد زي يحيى، واحد زي يحيى خالد، اي حد بيشوط باريحيه بدون ما اي حد يقابله فاكيد هيسكور. لكن لو انا بقى ابتديت التحامات التحامات، لا هم يعني في ناس في افريقيا تغبطي فيهم تتوجعي.
تخبطي فيهم هم قوه مش طبيعيه بدنيا. فزي ما بنقول ما نلجاش، يعني قلت كده حتى في الانترو، نبعد عن التلاحم. صحيح. طيب عوده يحيى خالد من الاصابه، وهو لعيب طبعا ما شاء الله لا خلاف عليه، وعنصر اساسي وركيزه اساسيه لاي مدير فني طبعا. بالتاكيد عودته من الاصابه، شايف يحيى وصل لمستوى يحيى خالد ولا لسه؟ لا انا شايف لسه، لان يحيى عنده كتير جدا، لان يحيى يعني قبل ما يتصاب ما شاء الله كان واصل ان هو تاني كان او ثالث، في التوب فورم طبيعي، تاني او ثالث باك رايت على مستوى العالم. هو بيرجع دلوقتي، وهو طبعا المفروض نفسيا ومعنويا، لان هو هيخلص الموسم وعنده طبعا تعاقد جديد مع نادي باريس، فمرحله يعني رحله ثانيه، اجواء ثانيه، نادي طبعا من انديه القمه على مستوى العالم طبعا. فيحيى طبعا عنده كتير، عنده كتير ان شاء الله. لكن طبيعي يا نيره، لما اللعيب بيتصاب ممكن الاصابه تبقى 100%، بس بنتكلم في حته نفسيه، ان انا لسه خايف احط رجلي على الارض قوي، ان انا خايف اعمل الفنت اللي كنت بعمله وانا ما عنديش حاجه فرجلي يحصل فيها حاجه. لا ونفس الفكره اللي كنا بنتكلم فيها، ممكن كمان يا كابتن حسن يبقى خايف من التلاحم طبعًا. اللي هو مع الافارقه طبعًا. يعني فهو بيلعب على قد كل مباراه علشان اكيد لازم، يعني ما هو ده لازم. ليه النهارده احنا بنتكلم عن المجموعه بتاعتنا المحترفه؟ لا يعني انا شايف من وجهه نظري ان المجموعه بتاعتنا زي فكره كابتن محمد صلاح في الكوره طبعا، فاهماني؟ فلعيبه كبيره جدا بتلعب في انديه كبيره جدا، لعيبه بقت معروفه عالميا. يعني انت النهارده لما بتتكلمي في سبريمن ده ثالث او رابع نادي على مستوى العالم. صحيح. طبعا كان قبليهم علي زين في برشلونه، كان زمان احمد فلانسبورغ، كان لا يعني انت بتتكلمي اللعيبه بتاعتنا بتلعب في احسن اربع خمس انديه في العالم. صحيح. هم لعيبه كبار قوي 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 في الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي. لازم يلعب على قد الجيم، بس لازم يلعب بقوه، لانه لو تراخى شويه يعني انا هلعب على قد الجيم، بس كل حاجه بعملها وانا بلعب على قدها لازم اعملها بقوه، لان انا بقابل قوه. لو انا عملتها بشويه يعني مش قوي، انا ممكن اتصاب وممكن اتعور. يعني لو حتى هلعب خمس سبع دقائق لازم العبهم بقوه واطلع ارتاح، لان ده هيجي يحط ايده فيا جامد، ده هيجي يضرب جامد، ده هيجي يخبط جامد، زي ما احنا قلنا هو عنده قوه بدنيه مش طبيعيه ما شاء الله. ربنا يحفظهم يعني، فلازم انا اقابله كمان بقوه. صحيح. بقوه وسرعه، انا لو انا سريع هو مش هيلحقني، فببعد تماما عن القصه دي. ايه رايك في ظهور مازن رضا؟ مازن رضا يمكن لاول مره سبع اهداف، ومازن رضا من يعني الونجات لافت المبشرين بصراحه. يعني بصي مازن يعني انا شايفه كمان اتاخر شويه في ظهوره، لكن هو لعيب مبشر جدا، لعيب على خلق، لعيب مؤدب جدا، لعيب محترم جدا، لعيب مجتهد جدا، على مدار الاربع خمس سنين اللي هو في نادي في الزمالك فيهم ما جاش منه مشكله، ملتزم جدا. مازن ده انا شايفه ان هي حاله شبه اللعيبه زينا زمان. لان مازن قول منتمي له يعني من نادي مصر بترول، فانا اللي واخده من هناك يعني اشتريناه. يعني لعيب مبشر جدا جدا جدا، واللعيبه فعلا اللي مالهاش صوت، يعني انت حاسس بصراحه اليد كلهم تحس انهم حاله كده وقافلين على نفسهم، بس فعلا مازن من الناس ملتزم قوي. يعني انت مش حاسس بيه، مش كده ربنا كرمه. صحيح. ان شاء الله يكمل على كده يعني. صحيح. طب ايه اكتر حاجه لفت نظرك في الاحصائيات دي؟ زي ما احنا اتكلمنا، ان لفت نظري ان احنا بنلعب صح. ايه اللي احنا بنلعب صح؟ ان احنا في الاخر بناخد اللي احنا عايزينه من الجيم. ايه اللي احنا عايزينه من الجيم؟ عايز اكسب. عايز المدرب طبعا لو عنده شكل تكتيكي او اداء عايز يبص عليه، فده من ضمن الاهداف. عايز اطلع بلعيبه مش مصابه، عايز اطلع بلعيبه حاله نفسيه تمام، فاهماني؟ فدي اهداف. النهارده احنا كسبانين كل اهدافنا نتيجه لضعف المنافس. صحيح. لكن برضو ما انا لازم حتى بلاعب ضعيف او بلاعب قوي، انا لازم اجرب كمان، انا لازم اجرب تشكيلاتي، لازم اجرب جروباتي في الملعب، لازم مثلا الماتش لو ازم مني لو هلعب سبعه العبها ازاي، لو هيتلعب عليا سبعه العبها ازاي، كل ده طبعا هم شغالين عليه. فطبعا لان احنا زي ما بنقول البطوله على ارض مصر، البطوله فيها فرق، انا شايف فرقه يعني تونس لو جبناها في النهائي فرقه مش قليله، فرقه الجزائر ابتدت تعود تاني طبعا، ونتمنى لها العوده طبعا. لان الجزائر انت عارفه مدرسه كبيره جدا في كره اليد. المغرب برضو بيعمل، المغرب طبعا مع محمد عبد السلام، كاب فيردي، هم عاملين طفره رياضيه عموما. ايوه مش هنقول بس في الكوره كمان، ربنا يستر النهارده نتمنى لهم التوفيق يا رب. طبعا فكاب فيردي هم عاملين طفره رياضيه. يعني فعلا كاب فيردي عمرها قصير جدا،
لكن عدت على دول كتير في افريقيا في الهاندبول. يعني ابتدت واجهتنا في النهائي في النسخه اللي فاتت. ففرقه مش احنا رحنا النهارده هي ضمن تاهلها اكتر مثلا من مصر وغانا في كره القدم. انا عايز اقول لك ان احنا رحنا كاب فيردي، هي بلد حالة جميله جدا، بس بقى فيها يعني ميزه كاب فيردي بصراحه انا شفت فيها، فيها انجليز كتير، فيها برتغاليين كتير، فيها صفوه افريقيا، هي جزيره جوه المحيط كده. فناس عارفه انت في ثقافه في التعامل شويه، ستايل جنوب افريقيا كده، فيها ثقافه في التعامل عاليه جدا جدا جدا، المستوى المعيشه هناك عالي جدا، فطبيعي ان انت هتقدري، لو هتقدري تشتغلي في حاجه بتشتغلي صح فبتوصلي لنتيجه اسرع، عكس مثلا دوله غنيه، عكس دول في افريقيا كتير الامكانيات محدوده، فهم واقفين هنا ومبسوطين هنا. صحيح صحيح. طيب ايه الفرق بين باستور وباروند؟ بصي، هو باستور معلم باروند، يعني باستور هو مؤسس المدرسة الأسبانية الحديثة. باروندو هو من تلامذته، ديفيدز من تلامذته، راؤول بتاع باريس من تلامذته، فهو الراجل المؤسس دي. لكن أنا شايف إن باروندو كان مع الفرقة مأدي بشكل كويس، عامل طفرة حلوة قوي. باروندو عشان قريب منهم في السن فكانت العلاقة حلوة قوي، فلكن باستور طبعا يعني زي ما بيقولوا كده هو بس مجرد. انا بحس ان باروندو كان عنده مشكله، يعني بيحبوا يقرا، ودي مشكله في يعني وارد ان انا كمدير فني قصدي نفس بشريه، ممكن ابقى بحب حد وما بحبش حد، بس انا لما بجي ده المصريين بقوا بيحاولوا دلوقتي ان هم ما بيبقوش كده، يعني اللي هو المصري ما بيحبش يبقى كده، فانت انا جايبك راجل بروفيشنال محترف علشان مدير فني اجنبي، علشان ابدا المشاعر دي تبقى ملغيه. فهو كان عنده بيحبه ويكره، وده مش ده المشكله قد ما كانت بتؤثر على اختياراته. طيب اقول لك حاجه، الفرق بين باروندو وباستور اللي انا شايفه، باروندو كان لما بنيجي للحته اللي هي الفايناليتي انا خلاص عايز العب، عايز مباراه قويه، هو عنده السبعه ثمانيه اللي هم بتوع فيش غير محترفين. باستور مش مشكله. بس انا اقول حاجه، ما انت النهارده لو حد حصل له حاجه لا قدر الله انت بتدور على اللي وراه. صحيح. حضرته فين بقى؟ او حضرته نفسيا او اهلته ازاي؟ باستور بقى في ميزه، عامل مشروع في مصر. الا وهو ايه؟ باستور شغال على لعيبه المحترفين ولعيبه الدرجه الاولى، باستور شغال على البي تيم بيعمل فريق تاني، باستور النهارده لما تقعدي معاه تكلميه في لعيب 2004 ولا 2002 شغال على القاعده، بيتكلم معاكي، عنده داتا بكل لعيب وبيتابع بيشوف فيديوهات، لان زي ما انا قلت لك هو باستور هو مؤسس النظام ده، فما شاء الله عليه راجل بيشتغل مساحة وقته للتمرين ممكن يقعد يشتغل بالعشر ساعات. صحيح. فاهماني؟ عشان بيطلع بنتائج. النهاردة ما هو مين دخل لعيبة صغيرة في السن؟ مين النهاردة بنشوف تشكيلات مختلفة؟ باستور، لأن زي ما بقولك هو اللي أسس المدرسة الأسبانية اللي تسيد بها العالم الفترة اللي فاتت. صحيح. على مدار 10-15 سنة، اللي هي برضو السنة دي من بطولة أوروبا طلعوا من الدور الأولاني. وده اللي احنا بنقوله بقى زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه، هاندبول كل يوم فيها جديد. صحيح. هاندبول كل يوم فيها حديث. صحيح. كابتن حسن شرفتني ونورتني، وكنت سعيده بتواجدك معايا. احنا لازم ننهي علشان ماتش مصر، فربنا معاهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم النهارده، وربنا ينصرنا باذن الله. طبعا ربنا يوفقهم، نتمنى المكسب لمنتخب مصر، وطبعا وانا اسعد وانا موجود معاك يا نيره، موجود في قناه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. بشكرك يا كابتن حسن، وربنا يوفقك في المهمه الثقيله اللي عندك، بس انت قدها قدود ان شاء الله خير. اشكرك. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصالات، استنونا وحلقه جديده، استنونا بكره في الاستوديو التحليلي مباراه الزمالك والجزيره لكره السله بدور الترتيبي بدوري السله، ان شاء الله تستمتعوا معانا بكره، وان شاء الله ربنا ينصر منتخبنا الوطني لكره القدم النهارده، وتكون ليله سعيده على كل المصريين. اشوف حضراتكم على الف خير. سلام عليكم.